باربيكيو. طب اشتري غاز يعمل لي باربيكيو، يعمل لي باربيكيو، يعمل لي غاز فاخر تعمل لي باربيكيو. هلا الباربيكيو اكيد نحن بنعرف مش حنعمل على طريقه المطبخ العربي، لانه عاده بالاجمال ملح بهار وشويه سبع بهارات، يعني سبع بهارات بالاجمال، والنكهات هن كمون اما بصل اما بقدونس اما صنوبر. هنعمل شيء جديد، هنعمل شيء جديد، هنعمل شوي من المطبخ الاوروبي شوي من المطبخ الامريكاني، لانه مثل ما بنعرف الباربيكيو بامريكا مثلا هو من شيء كثير مهم، يعني بيعملوا عليها ايام، بيعملوا شيء اسمه كوك اوت، بيطلع كل العائله لبرا كوك اوت، ايه طبخ برا 100%، بيقعدوا بيجمعوا العائله كلها، بيكون حدا كل واحد عايش بولايه، بيجتمعوا كلهم بولايه وحده ل يعملوا هنهار اللي هو العائله كامله، بيكون بالاجمال طبخ بيت وباربيكيو. طب ما نحن نفس الشيء، بس انه هونيك يعني بتعرف ان عاد عندهم شوي مختلفه عن عندنا، نحن زيت زيتون ملح بهار ثوم بصل سهل كثير بروفنسال بيعجقوها شوي اكثر. فنحن اليوم حنعجقها مثلهم، حنشوف شو فينا نعمل. اول شيء حناخذ فيليه الغنم، ما ننسى انه كمان البقره الامريكانه اما الاسترالي من اطيب النكهات بالعالم. يعني انا هلا اصلا اذا بدي اروح على سوبر ماركت لاجيب لحمه للباربيكيو 100%، اي لحمه بدي اجيب؟ يا اول شيء بدك اي نوع لحمه بدك؟ ما بعرف، بدك قليله، بدك غنم، بدك بقر، بدك دجاج، بدك مثلا سمك ولا لحمه؟ يعني اجمالا اذا كان عندي ناس على الغداء او على العشاء وعامله باربيكيو لازم بجيب مثلا لحمه بقر ولحمه غنم، كرمال في ناس مثلا ما بتحب تاكل غنم 100%. لا على طول بعدين نهايه النكهه مختلفه، يعني ما فيك تقول الغنم مثل البقر، ما انت كل وحده نكهه بالنهايه مختلفه تماما عن الثاني. البقر طعمته اقوى، الغنم طعمته مختلفه بالدهون تبعها، فلذلك بتختلف معنا. اهم شيء لما ننقي لحمتنا نعرف ننقي لحمه اذا كانت مرتاحه ولا لا، يعني ما نقول له للحمه يعني مثلا قول للمشاهدين انه سر الباربيكيو او اللحمه اللي لازم نشويها تكون مرتاحه او شو هو مستر كل اللحمه أنا تكون مرتاحه هو مستر اللي هي اللحمه بدي اقول لك شغله، بس نحن نذبح شيء طازه خروف اما بقر اما اي شيء بيتعذب بس بشدوا اعصابه الحيوان، اكيد بيعصبه بشد. فلذلك اكيد هي مش منيحه للشغل، مجرد انها هي طازه مش منيحه للشغل، لازم اغيرها يوم. حتى في عندك لحم بيريحوا 40 يوم تتعلق ببغادات ينطر 40 يوم مشان هيك اللي يعني اكيد ما بينطوا 40 يوم، المزارع بيكون ذبحهم مخزنين عندهم وبعدين بيحطوهم بالملاحم وبدعوهم. اوكي. لذلك هيدا اللحمة بترتاح 40 يوم، بطل فيها حتى السوائل، حتى البكتيريا اللي فيها كلها بتكون ماتت. يعني البكتيريا اللي هي موجودة على اللحمة بتضر، مو كلها ماتت، بس تصير اللحمة كثير طرية لدرجة إنه بتقصيها بالشوكة بيقولوا. هذا الفرق. يعني بحطوها مثلا ببرادات مخصصة؟ برادات على فف خشب، هذا الخشب بيشرب المي كلها. والحراره بتكون على طول ثابته لمده معينه، بسموها ايجينج بروسس، بيمتص كده الرطوبه الموجوده باللحمه كلها. بس انا بس عندي لحم 100%، يعني اذا انت عم تاخذ حتى حجم اللحمه بزم، يعني اذا انا كنت حط اللحمه وزنها 3 كيلو بتصير 2 كيلو 800 رح تنقص المي 100%. ساعتها بصير عندي لحمه 100% بيور، بنقطع اللحمه اكيد كيوبز. ف هاي اللحمه بيكون عندها طعمتها مختلفه عن اللحمه اللي بتكون طازه. اللحمه الطازه هي فيك تعمليها عادة للنية للأشياء للطبخ، وحتى الطبخ إذا بتريحيها بيكون أكيد أحسن بكثير، لأنه ساعتها ما بتشد معنا بالإجمال، مش إذا كانت طازة ولا مش طازة. مثل ما قلت لك بيريحوا اللحمة 40 يوم. بس كمان العلف قبل شهور، عندك بقر بيطعمون 120 يوم أو 250 يوم، حبوب بيصير في عندك حبوب، يعني كل شيء مثل بلوط درق